أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال قد تكرر، يقول: قبل عدة أيام انتشر بين الناس صورة لرجل خرج من قبره وقد تغيرت ملامحه وأصبح في منظر لا يستطيع أحد أن يراه، هل هذا صحيح أو هذا من عذاب القبر الذي سلطه الله على هذا الشخص؟ نحن يعيش معنا دجالون وكذابون، يعيشون معنا إما داخل بلادنا وإما يندسون من الخارج ويروجون هذه الأمور. في المدينة من كم سنة زينوا ميتا تلفلفن عليه حية، تلفلفن عليه حية ثعبان، وقد أبطل أهل المدينة هذه الحكاية وقالوا ما رأيناها ولا الهصل ولا حصلت وإنما هي كذب. ثم الآن جابوا واحد طلع من القبر، اللي بالقبر ما هو بطالع إلى يوم القيامة، ما هو بطالع إلى الدنيا أبدا، إلى يوم القيامة ما هو بطالع، هذا من الكذب ومن التدجيل، ويجون بطريق الموعظة. ربما يكون هذا ما هو مخرف ولكن من الاجتهاد، وهو جاهل يجتهد وهو جاهل يبي يذكر الناس. هذا مثل اللي يضعون الحديث يكذبون على الرسول، يقولون هذا من باب الترقيق والموعظة ولا يضر، هذا من هذا النوع، هذا من الكذب على الله عز وجل، كذب على رسوله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.